هذا اللقاء المنافسة بتشتد بشكل كبير جدا على المركز الثاني ما بين بيراميدز ونادي الزمالك. تساوف عدد اللقاءات وفارق نقطة دلوقتي لصالح بيراميدز بعد خصم 3 نقاط لنادي الزمالك. الموقف يتأزم يا كابتن. قوي. الموقف بيتأزم لكن الحلول كلها موجودة في الماتشين الأخرانيين طبعا يعني وما زالت حظوظ الزمالك هي الأكثر. لا. طب حضرتك قول لي ازاي؟ لا يعني هي برضه بيراميدز فاضل له برضه ماتشين ماتشين بس لو كل واحد بايديه يخلص يبقى بيراميدز اقرب لو بايديه يخلص لكن احنا برضه انت كده مستني نتيجه الاخرين اللي هو بيراميدز والاهلي خلينا نكون برضه باشد دقه. خلينا نتكلم ان الارهاق النهارده هزم كل الافكار والحلول اللي موجوده عند اللاعبين اللي موجودين في ارضيه الملعب او حتى عند المدربين. الارهاق كان عدو نتيجه المباراه والارهاق كان عدو الاهداف في هذه المباراه وعدو زيدان طبعا اللي توقع كل الاهداف في المباراه. كل توقعاتي يعني تسأليش تاني بعد فاعتقد الارهاق الاول. باتيكو ما قدرش يقدم حلول لانه اللعيبه البدلاء كلهم هو ما عندوش خلفيه عنهم هو شاف لعيبه اساسيين بس فما قدرش يقدم حلول. كل المحاولات بتاعته لاصلاح الجبهه اليمين او الجبهه الشمال اتفضل يا سيدي. تخيل يا كابتن ان في سيناريو دلوقتي ما تفكر فيه تلاقي ان نادي الزمالك منافسته على المركز الثاني ينتظر فوز النادي الاهلي. كوره كوره يعني ما فيهاش عجب كوره وعادي خالص وطبيعي انه يستنى ماتش هيكون ناري ما بين الفرقتين كل فرقه عايزه تكسب وتثبت حظوظها. يعني انت تتعاطف مع مين يا كابتن في ماتش الاهلي وبيراميدز؟ مش معقوله انا قلت لك خبيث في اول السنه لا قلت له الكابتن اكيد لا اتدخل القفص خالص طب ليه ما سمعتش ردي حلو انت بص انت بتعرف تسال صح اتفضل ثانيه واحده انا بقول انك خبيث ده عادي الله يخليك بس هرد لسه عليك اكيد اي نتيجه هتكون في صالح الزمالك يعني النتيجه اللي هتبقى في صالح الزمالك هي دي اللي هتمناها في المباراه دي لو انا بره الاستوديو ده ومش محلل وزملكاوي وقاعد في البيت هتعاطف طبعا هتمنى اقول الاهلي يكسب عشان يبقى الزمالك كده لكن وانا محلل هنا دي ظروف مباراه صعبه ودي ظروف مباراه يعني انت مباراة حد هتشجع الاهلي اكيد طبعا النتيجه اللي وانا مش في لو مش في الاستوديو لو في الاستوديو مش هشجع خلاص يا كابتن وقال لك انت هتشجع الاهلي خلاص هو ده اللي عايز لو انا في وسط اصحابي في النادي اكيد هشجع الزمالك يعني دي مكاني هنا ومكاننا كمحللين يا سيف بيخلينا بنأدي رسالة محترمة جدا لكرة القدم وده اتفقنا كلنا مع بعض وده الواضح مننا لكن الأهواء والميول ما جوه قلبي طبعا لا انا بتكلم جوه الاستوديو يا كابتن طبعا شجع الأهلي أكيد أكيد إذا كان ده في صالح الزمالك أنا مبسوط إن كل الناس عارفة إن هو خبيث دي في حد ذاتها بص